السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. رئيس الوزراء العراقي يستقبل سمو وزير الداخلية ويبحث عن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. التحالف يعترض ويدمر 3 صواريخ باليستية باتجاه مناطق شرقية ونجران وجازان. ضمن تقرير التنافسية الرقمية، المملكة تصنف 2 عالميا بين دول مجموعة 20. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية اليوم إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد. ونقل سمو وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لدولته وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. كما عقد سمو وزير الداخلية جلسة مباحثات رسمية مع نظيره وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وذلك في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد. ولفت سموه خلال جلسة المباحثات الانتباه إلى أن ما يحيط بأمننا العربي من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية يستوجب تكامل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، مؤكدا بأن ذلك هدف استراتيجي للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. من جانبه أشار وزير الداخلية العراقي لأن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على حرص وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين لتعزيز مستوى التنسيق الأمني بما يحقق آمال وتطلعات قيادتي البلدين. وعقب جلسة المباحثات التقى سمو وزير الداخلية برئيس مجلس النواب بجمهورية العراق السيد محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي بجمهورية العراق السيد قاسم الأعرجي، وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين. كشفت أرقام وزارة الصحة عن تحصين أكثر من 15,400,000 شخص بجرعتي لقاح كورونا في المملكة، لتتجاوز نسبة المحصنين بجرعتين 43% من مجموع السكان، وبهذا يتجاوز مجموع أعداد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 37,800,000 جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 22,400,000 شخص، لتتجاوز نسبة التحصين 63% من السكان بجرعة واحدة، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة. وهذه مشاهدينا الكرام آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة.
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقتي الشرقية ونجران. هذا وكان التحالف قد أعلن عن تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جنوب المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف إن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على أن هذه الأعمال العدائية لاستهداف المدنيين تعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. هذا وقد أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، مؤكدا دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها. صنفت المملكة الثانية عالميا بين دول مجموعة 20 ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير بيانات وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات. وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة 20. وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة 20. ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز. أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين. هذا وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة المتفق عليها بين الجهات المعنية تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، وذلك بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد. تبدأ وزارة التعليم اليوم الأحد تطبيق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الاختبارات يأتي ضمن تحسين مخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات وتحديد مواطن القوة والضعف للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعليم المأمولة، مشيرة إلى أن الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية ابتداء من الصف الثاني الابتدائي حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول الثانوي. هذا وسينفذ الطلبة الاختبارات من خلال منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً. أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 2 مليار ريال، وذلك بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج مساكن، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد الحقيل ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد النحاس.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن وتحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 وذلك للوصول إلى نسبة تملك تصل إلى 70% بحلول 2030. أطلق برنامج سكني خدمة السوق العقاري والتي تمكن الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة وذلك عبر تطبيق موقع سكني امتدادا لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأوضح البرنامج أن خدمة السوق العقاري تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها السكني لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب. تعد قلعة الصعيدي في القريات واحدة من أهم المعالم الأثرية والتي بنيت منذ عدة قرون وهي إحدى محطات الحج والتجارة على الطريق الدولي الرابط بين بلاد الشام والمدينة المنورة. مراسل أخبار السعودية زار القلعة ورصد لنا هذا التقرير. هي قلعة شامخة على إحدى القمم بالقريات تتمتع بإطلالة مميزة فائقة الجمال وتعتبر إحدى الشواهد الأثرية التي تضم بين جنباتها إرثا عريق تعود نشأتها إلى مئات السنين وكانت تستخدم لأغراض تجارية وحربية وها هي اليوم مقصدا للسائحين. قلعة الصعيدي سميت بالصعيدي بسبب ارتفاعها وكلمة صعيد تعني ما ارتفع عن الأرض وهي قلعة حربية تعود لحضارة الأنباط وتبين ذلك من خلال استخدام الصخور البازلتية السوداء التي بنيت منها وكانت تستخدم في الفترة الإسلامية لحماية طريق الحجاج بين بلاد الشام والمدينة. وما يميز موقعها الاستراتيجي أنها بجانب قصر كاف وقرية كاف القديمة. تحيط بقلعة الصعيدي 4 أسوار حجرية متصلة بأبراج محكمة من جميع الجهات ويوجد بداخل فنائها أساسات لمجموعة من الحجرات والجدران وخزانات للمياه التي لازالت متمسكة بأرضها تروي مدى عمقها الحضاري للأجيال المتعاقبة. ارتفاع جدران القلعة حوالي 5 أمتار وهي تحيط بالقلعة وتضم قمة الجبل بأكمله ومبنية من حجارة البازلتية السوداء ويتصل بهذه الجدران 4 أبراج وفي الداخل يوجد غرف كانت تستخدم للسكن والمراقبة بالإضافة إلى خزانات المياه وكانت تستخدم لتجميع مياه الأمطار الساقطة على قمة الجبل. قلعة الصعيدي من المواقع الأثرية العريقة التي تدل على أصالة منطقة الجوف وستظل شاهدا على تاريخها. نشرتنا انتهت وهذه عناوينها. رئيس الوزراء العراقي يستقبل سمو وزير الداخلية ويبحثان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. التحالف يعترض ويدمر 3 صواريخ باليستية باتجاه مناطق الشرقية ونجران وجازان. ضمن تقرير التنافسية الرقمية المملكة تصنف 2 عالميا بين دول مجموعة 20. مشاهدينا شكرا لطيب المتابعة تصبحون على خير في رعاية الله.